وكتير صعب على ابني انه 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 يروحوا لحالهم من دوني. يعني صرنا نبكي انا وابني، ما بقى نحسن. يعني هون عقلنا راح، ما بقى نحسن. نحن حكومتنا الائتلاف، وين هي حكومة الائتلاف؟ ما وقفت معنا بالمرة، ما شفنا حدا منا. ليه؟ قالوا لنا انتم حكومتكم مو دايرة عليكم، حكومتكم ما في لكم حكومة انتم. نحن راحت علينا هذا المبلغ اللي نحن قاعدين عم نلمه صرنا سنين، ابني صار له عم يشتغل سنين لحتى دبر هذا المبلغ. نحن ما كان عندنا اي حقوق، لا نقابل حدا، لا نستصل بحدا، لا يجي حدا يشوفنا. حواكبه ما رحنا تعاملنا مثل الحجاج. يعني هذا شيء شعور صعب كثير. يعني انا بحس بحالي كانه يعني موت موت موت. اليوم اجيت رحلوني لسوريا. نحن طلعنا من الحج انا وابني بجوازات ما بنعرف شو هي، نحن بنعرفها الجوازات نظاميه. طلعنا على غازي عنتاب، من غازي عنتاب جوازاتنا امورنا، حتى ما بيخطرنا انه هذا الجواز مزور مو مزور، لان نحن ما بنعرف بالجوازات، اول مره بنمسك جوازات. وحطينا حق الحجه من مكتب الحج 4600 دولار، كلفتنا الجواز كل واحد 500 دولار عن طريق اشخاص السوديس، ومتواصل مع واحد بأبو راس بتركيا. طلعنا لغازي عنتاب، هناك رحنا فحصوا جوازاتنا، أمورنا نظامية بغازي عنتاب. طلعنا على جدة فرحانين مبسوطين إن نحن بدنا نحل حلم العمر اللي نحن بنحلم كل عطول، إنه نحن نقضي الفريضة قبل ما نموت، ونشوف من الكعبة نطوف حواليها ونسعى ونطوف ونزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نحن بنحلم فيه من زمان. بجدة نحن عم بيفحصون الجوازات، قال جواز ابنك مزبوط وجوازك مزور. هون نحن تفاجئنا، يعني ما بقى يعني عقل فينا يتصور هالحي انه كيف يعني جوازنا مزور. يعني نحن ما بنعرف الجوازات. المهم اخذونا على قسم، صاروا يحقوا معنا كانه نحن اللي زورنا الجواز. قالن يا اخي نحن ما لنا دخل بالجوازات، نحن ما زورنا، روحوا امسكوا اللي زوج الجواز. وينه؟ عم يحج بمكه، دغري راعى مكه. طيب نحن اعملوا لنا حل يا جماعه، شيء ما في حل. قال يا اما بترجعي انت وابنك يا اما بي. وانا هي الحجه، ابني اشتغل سنين لحتى يوفر لي هي الحجه. نحن ناس فقره ناسعين، وهذا حلمي العمر، حلمي انه انا روح انا وابني انا وجوزي، بس جوزي مريض ما بيصير يروح، لذلك راح معي ابني انه مشان اقضي هذا الفرض. وكثير صعب على ابني انه 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 يروحوا لحالهم من دوني. يعني صرنا نبكي انا وابني، ما بقى نحسن. يعني هون عقلنا راح، ما بقى نحسن. بعدين قلت له يا ابني روح على الحج، روح انت كمل حجتك وانا برجع. وكان هذا امر صعب علينا كثير، انه يتركني ابني، انه كانت الحجه الي هو، بعدين يتركني ويروح. كانت مكه تبعد هي ساعة ونص عن جدة. يعني أنا هون عم طلع إنه أنا وصلت ما بقى في مكة، يعني ساعة ونص أنا بوصل لمكة، وأنا قاعدة محرومة قاعدة بالمبيت. قلنا لهم يا جماعة نحن ما جايين نقعد هون، جايين نروح لمكة، خذونا على مكة انظروا بوضعنا. نحن النسوان الكبار، لا لنا إرهابيات، لا نحن زورنا الجوازات، نحن مظلومات. ما كانوا يتعاونوا معنا بهذا الأمر بالمرة ولا شيء. هيك يومين لحتى ليه ضغطوا علينا كثير انه لازم نحن نترحل، على وحسينا حالنا ان احنا ما حدا عم يتعاون معنا. نحن حكومتنا الائتلاف، وين هي حكومه الائتلاف؟ ما وقفت معنا بالمره، ما شفنا حدا منا. لا في كان عندنا اثنين ايراني وايرانيه، كانت بده يرحلون الساعه 8، سفارتهم تعاونت مع السفاره السعوديه، ما شفنا الا اجاهم هاتف اخذوهم على مكه. طيب قلنا لهم عاملونا مثل هدول الجماعه. ليه؟ قالوا لنا انتم حكومتكم مو دايره عليكم، حكومتكم ما في لكم حكومه انتم. طيب نحن وين حكومتنا؟ وين اللي نحن دفعنا لها الحجه 4600 دولار؟ هي وين راحت؟ نحن راحت علينا هذا المبلغ اللي نحن قاعدين عم نلمه صرنا سنين، ابني صار له عم يشتغل سنين لحتى دبر هذا المبلغ. المهم بعدين اخذونا على يومين يضلوا ياملونا انه لا بدنا نحن ناخذ مكان، لبين ما رحلونا قالونا انتم لازم ترجعوا على سوريا، انا وثلاثه نسوان وواحد اداري. نحن ما كان عندنا اي حقوق، لا نقابل حدا، لا نستصل بحدا، لا يجي حدا يشوفنا، لا حد ولا حتى يعني النت
ما كانوا يعطونا اياه، يعني حارمينا من كل حقوقنا الشخصيه. وكانت حكومتنا ما في الا وجود بالمره، حكومه الائتلاف ما في الا وجود، لا بمساعده لا انه حدا يتضامن معنا. كنت طلبنا حدا يحكي بوضعنا، حسينا حالنا مجردين من كل حقوقنا الشخصيه. نحن ما لنا اي حق، لا نطلع لا نفوت لا حدا يتصل فينا، نحن مثل المسجونين. كانت قهر كثير لنا والله. لما طلعت حسيت الدنيا انفتحت لي، بس لما رجعت يعني ما في غير عم نبكي بنبكي بنبكي. يعني انقهرنا كثير انه يعني راح كل شيء، راحت علينا الحجه، راحوا مصارينا، ما بقى لنا شيء، وراحت حقوقنا. حسينا احنا ما لنا بشر، نحن ما لنا بشر ابدا. حسسونا انتم ما لكم اي شيء ولا حكومه ولا شيء، وقالوا لنا نحن ما لنا متعاونين مع حكومتكم، نحن ما بنعترف على حكومتكم. السعوديه قالوا لنا هن الموظفين، نحن ما بنعترف على حكومتكم، نحن بنعترف على النظام وبس. نحن هون ما لقينا اي شخص تضامن معنا، ونحن مالنا عايشين 5 سنوات، نحن ضامنين عمرنا انه نعيش 5 سنوات نرجع نحج. نحن ما صدقنا ايمتى صار معنا هذا المبلغ المال وصارت لنا الحجه، بسبب الجواز، بسبب اشخاص ما بيخافوا الله حرمونا الحجه وحرمونا مصارينا وحرمونا كل حقنا. ونحن تعذبنا كثير، حسينا نحن مالنا بشر، بيحاطونا بمبيت، حققوا معنا كمجرمين. انا كل ما بتصور انه نحن ما 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 رحنا يعني حوطفنا حواكب، ما رحنا تعاملنا مثل الحجاج، يعني هذا شيء شعور صعب كثير. يعني انا بحس بحالي كانه يعني موت موت موت. ناشد محمد بن سلمان انه يعمل هو وكل السلطات المسؤوله انه يمسحونا هي البصمه ويخلونا نحج السنه الجايه. من السنه الجايه ان شاء الله نحج ويسمحونا بهذا الحج.